والسلام يوم عثرت تلك المرأة على طفل صغير لها بين الأسرى، حديث معروف من رواية سيدنا عمر، فألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، كان طفل غائب عنها ابنها، عثرت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. نعم، فأنا عندما أعيش مع صفات الله، مع هذا القدر العظيم من كرم الله، أنسى نفسي، أطرق باب الله مهما كنت مسيئا، مهما كنت عاصيا، أسأله المغفرة، أسأله العطاء، أسأله الرزق، أسأله كل شيء، لأنني الآن أمام شعور هو التالي: أنا أمام كريم، أنا أمام رب رحيم، أنا أمام رب يعطي بدون حساب. نعم، ولذلك أنسى نفسي وأذكر ربي فأسأله. كل إنسان تعتريه حالة من هاتين الحالتين، أما الأولى فتصمته وتجعله يخجل من الله، وأما الثانية فتجعله يجرؤ ويطرق باب الله عز وجل بالسؤال الملح. أذكر أيها الإخوة أن والدي رحمه الله كان من جملة دعائه الذي يدعو به في الأسحار، نعم، يقول: يا رب، أنا عندما أعود إلى نفسي وأعود إلى شأني أجد أني من السفاهة بمكان، وأجد أنني من أهل النار والبوار، وعندما أنظر إلى كرمك وصفحك وجودك وسعة نعمك وآلائك وكرمك أجد أن الأمر سهل، وأنك لن تعذب أحدا من عبادك المؤمنين في النار. هذا من جمل دعائه رحمه الله تعالى، بل فعلا كانت تمر به هاتان الحالتان. مرة تمر به حالة التأمل في نفسه، لا يستطيع أحد أن يقول له شيئا مخالفا للحالة التي هو فيها، وسميها حالة جلال إن شئت. نعم، دائما يذكر في تلك الحالة عصيانه، يذكر الخطر الذي يحدق به، يذكر أنه يستحق عذاب الله ونكاله. ولو أن زيد من الناس جاءه في تلك الحال وقال له: ألا تدعو الله لنا؟ يمكن أن يغضب، ويمكن أن يقول له كلاما قاسيا، لأنه في هذه الحالة يرى نفسه غير أهل لأن يدعو وأن يسأل، لأنه مثقل بالأوزار والمعاصي. تمر هذه الحالة، تأتي حالة أخرى، وإذا هو انتقل من حالة الجلال إلى ما يسمونه حالة الجمال، يعيش مع ألطاف الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده، وينسى أنه مذنب، وينسى أنه مقصر. هذه الحقيقة، وهذا النموذج ينطبق على كل عباد الله سبحانه وتعالى. الله 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 الله.